يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واستجابة للتحديات الوجودية التي تواجه الإنسانية جمعاء، من تحديات الصحة والاقتصاد إلى تحديات الأمن والحروب والتوترات الحاصلة في مناطق من العالم، واستشعاراً للحاجة إلى تكامل الجهود كل من موقعه ودائرة تأثيره للإسهام في استعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية الذي يعيد الفاعلية لقيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان، ووعياً بأهمية معالجة نزغات الحروب في العقول ونزعاتها في النفوس قبل أن تتحول إلى أفعال تدمر البلاد وتفني العباد، واستثماراً لما راكمه المؤتمر الإفريقي من نتائج في دوراته السابقة وما ظل يسعى له من توفير فضاء للعلماء والباحثين العاملين على نشر رسالة السلم والتعاون على الخير في القارة. انعقد بنواكشوط الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي للسلم تحت شعار ادخلوا في السلم كافة من 24 إلى 26 جمادى الآخرة من سنة 1444، الموافق 17 إلى 19 يناير من سنة 2023، برعاية كريمة من فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبدعم كريم ومتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بية رئيس المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم رئيس منتدى أبوظبي للسلم. وقد شارك في أشغال الملتقى مئات المشاركين ما بين رؤساء ووزراء وممثلي منظمات أممية ومسؤولي منظمات إسلامية وسفراء وممثلي هيئات حكومية ومراكز ومنظمات دولية ومفتين وعلماء وقضاة ومفكرين وشخصيات أكاديمية وإعلاميين وغيرهم، كما حظي الملتقى بمتابعة الآلاف لجلساته وأعماله عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد افتتح الملتقى بكلمة ضافية لفخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جاء فيها: إن الدفاع عن السلام والأمن والاستقرار لا يكون ناجعاً ولا فعالاً إلا بالتحصين القوي لعقول الأفراد ووجدان المجتمعات في وجه الخطابات الممجدة للعنف على اختلاف أشكالها، وهو ما يتطلب عملاً دؤوباً على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح والعدل والتآخي التي هي أساس ديننا الإسلامي الحنيف وجوهر كل الديانات السماوية. كما ألقى معالي الشيخ عبد الله بن بية رئيس منتدى أبوظبي للسلم كلمة تعطيرية في مفتتح الحفل، وألقى فخامة السيد محمد البخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية كلمة قيمة، وتوالت كلمات الجلسة الافتتاحية تعاقب عليها كل من فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو ألقاها بالنيابة عنه معالي سواري سامبو نائب رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، ورئيسي جمهورية النيجر فخامة السيد محمد بازوم، ورواندا فخامة السيد بول كاغامي بكلمات مسجلة. يتناولها معالي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ومعالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وسعادة رشاد حسين سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقد خصص المؤتمر الإفريقي لهذه السنة جائزة أطلق عليها جائزة السلم في إفريقيا، حظي بشرف تسلم نسختها الأولى فخامة السيد محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تكريماً لجهود فخامته وجمهورية نيجيريا المشهودة
في نشر ثقافة السلم في القارة وخلق الوساطات ودعم المفاوضات، فيما شارك في حفل الختام معالي السيد محمد الأمين والأبي ولد الشيخ الحضرامي وزير التعليم والبحث العلمي في موريتانيا، وفضيلة الشيخ أحمد النور الحلو مفتي جمهورية تشاد بكلمات ضافية. وعقب الجلسة الافتتاحية انطلقت أشغال المؤتمر على مدى 3 أيام، باشر فيها المؤتمرون في جلساتهم العامة وورشهم معالجة جوانب تبحث سبل إحقاق السلم بإزالة معيقاته ورفع موانعه لتحقيق الشعار الذي رفعه المؤتمر الإفريقي لهذا العام بصيغة الدعوة الإلهية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن بين المحاور الكبرى ما يلي: جغرافية الأزمات في القارة الإفريقية، الحوار والمصالحات، التأصيل والتنزيل، تصحيح وترشيد المفاهيم، السلم في التراث الإفريقي، دور المؤسسات التعليمية في تعزيز السلم، التنمية على بساط السلم وقضايا الشباب والهجرة غير الشرعية. كما أقيمت على هامش الملتقى قمة الشباب الإفريقي صناع السلام، والتي عقدت تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الدان، وشارك فيها نخبة من المسؤولين والقيادات الشبابية من مناطق مختلفة من العالم. وقد خلص المشاركون في المؤتمر الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم لسنة 2023 بعد تبادل وجهات النظر في القضايا المدروسة، مستحضرين خصوصية الظرفية الإقليمية والعالمية التي تلوح في أفقها مآلات المجتمع الإنساني مفتوحة على احتمالات مربوبة ومرغوبة، إلى مجموعة من النتائج توزع في النسخة الورقية. بعد ذلك انتهى المشاركون إلى جملة من المقترحات والتوصيات نوردها كما يلي: أولاً، ندعو إلى التعريف وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية وتشجيع المبادرات الناجحة في مجالات السلم والمصالحات على مستوى قارة إفريقيا. ثانياً، نوصي باعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل النزاعات والصراعات في العالم بالاستناد إلى قوة المنطق لا إلى منطق القوة. ثالثاً، التنسيق مع الجامعات المرموقة في القارة للقيام بسلسلة من الندوات والورش الأكاديمية لتعميق البحث العلمي في مفاهيم السلام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. رابعاً، ندعو إلى تعزيز وتفعيل دور الشباب والنساء في بناء السلم المحلي والإسهام في رسم السياسات وبناء الشراكات لتعزيز استقرار المجتمعات وحفظ السلم فيها. خامساً، نوصي بإنشاء وتنظيم قوافل للسلام يقودها الأئمة والوجهاء من مختلف العرقيات والقبائل ليكونوا رسل وئام وسلام في المناطق التي تعاني من الحروب الأهلية والصراعات الدموية. سادساً، نشيد بنموذج دولة الإمارات في التسامح والتعايش، ونوصي بأهمية الاستلهام من هذا النموذج الذي تتعايش في كنفه عشرات الأديان والثقافات والأعراق المختلفة ومئات الجنسيات في أمن وأمان ومودة واحترام. سابعاً، نوصي بإنشاء جامعة لتدريس العلوم الشرعية وتصحيح المفاهيم وفق شعار العلم قبل العمل. ثامناً، نحث على تعزيز الشراكات والتعاون وتنسيق الجهود بين الهيئات والمنظمات العاملة في صناعة السلم والتسامح والعيش المشترك في القارة. تاسعاً، ندعو إلى تخصيص منح لدعم البحوث والدراسات في مجالات استراتيجيات تعزيز السلم. عاشراً، نوصي بإدراج قيم السلم والتسامح في مناهج التربية والتعليم بالدول الإفريقية والتعاون في ذلك مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص. 11، نقترح احتضان العواصم الإفريقية لورشات عمل طيلة السنة
تحت إشراف المؤتمر الإفريقي للسلم وبتنسيق مع الحكومات والمنظمات العاملة في المجال. 12، نوصي بإنشاء فرع لحلف الفضول الجديد في أفريقيا ليكون إطاراً للتعاون في نشر قيم التسامح والسلم بين القيادات الدينية والفعاليات الشبابية من مختلف دول القارة. 13، ندعو إلى إنشاء إذاعة في الدول الإفريقية لبث رسائل السلم والتوعية بمفاهيم الشريعة السمحة وإيصالها إلى مختلف شرائح المجتمع وبجميع اللغات. 14، نوصي بإنشاء مجلس لرائدات السلم وآخر لشباب السلم الإفريقي. وفي الختام يوجه العلماء والمثقفون والفاعلون المشاركون في هذا المؤتمر نداءً حاراً باسم الإسلام والأخوة الإنسانية لإيقاف الحروب والعنف في القارة الإفريقية صوناً للدماء، ودعوةً إلى الحوار والوسائل السلمية لحل المشاكل والإشكالات والاحتكام إلى العقل والحكمة والمصلحة. ويطيب للمشاركين في الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم أن يعبروا عن صادق شكرهم وجزيل ثنائهم لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على رعايتها الكريمة، ويرفعوا عبارات امتنانهم إلى فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على كريم العناية وجميل الرعاية التي حظي بها ضيوف هذا المؤتمر، كما يشكر المشاركون فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية على تشريفه للمؤتمر، ورؤساء النيجر ورواندا وغينيا بيساو على مشاركتهم القيمة في أعمال المؤتمر، ويتوجهون بعظيم الامتنان إلى القائمين على المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم على جهودهم المتميزة في إنجاح أعمال هذا المؤتمر، داعين الله عز وجل أن يحفظ الأوطان وينشر الأمن والأمان ويصلح الأعمال ويحقق الآمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وحرر بنواكشوط في 26 من جماد الآخرة من سنة 1444 هجرية الموافق للتاسع يناير من سنة 2023 لجنة البيان الختامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.